20 ولد شكله متزوج أرنب. انت عارف الاسد هذا كم قيمته؟ قيمته 1000 ريال. 1000 ريال؟ ايوه 1000. يا ابويا في بثوث ينزل فيها الدعم فوق 100 ألف. طيب الفلوس هذه تروح لمين؟ تقريبا 30% تروح لصاحب الحساب. تدري كم يطلع في الشهر؟ من 70 إلى 80 ألف ريال. وين دنو؟ اللي سمع عن دنو يا اخي ايش جوكم يا اخي؟ والله قروشة كل بث كاتبين دنو. امي تخلت اللي عنده جد يرحم امكم لا تكتبون شيء. دام الجدول كذا يا اخوان نبي نتنكس ونبي نروق ونبغى لنا قستات ندخل السكور بذنيها. بسم الله خلينا نشوف لنا قست. يا عيال سلطان ذا عرفه. انت تعرفه؟ كاذب. هذا مشهور. واذا مشهور يعني ما يتعرف على احد؟ بعدين انا اعرفه من زمان. طيب وشلون تعرفه ومن متى اصلا؟ دارس معي بثالث ورابع مدرسة أبي فراس الحمداني. حتى أسأل قل له تعرف عامر؟ قل له عامر علي. إن شاء الله أنكم بخير يا رب. أرحبي منورة يا نورة. لو يعرف ذقها لك هلا بخويه عامر. قوم يا واد مسوي تعرف مشاهير؟ والله أنك صادق يا شكوش. والله خويه يا عيال. إيه مصدقينك لا تصيح. خلنا نتابع البث بس. أقول جو التسليك ذا ما يمشي معي. أنا أوريكم إذا ما أثبت لكم إن خويي ما أكون عامل. أعطوه جو يا عيال. إذا أعطينا جو بكرة أقول ميسي صديقي. تعال يا الحبيب نبي سناب رونالدو. أنا شفت واحدة وشفت التانية بس شفت كمنة أنا قلبي ده دو ده دو ده دو ده. هلا والله ربي جابك يا اخوي. تراكم اشغلتوا امي كل شوي اريد ارتبط. يا اخي ربطوك بجدار انت وياه جاي ترتبط في بثي كله مشاكل. انا جوي جو تستس جوي جو المشاكل. تعال هنا انبسط بالمشاكل. اهو فهد الله يعز ارضك يا فهد. يا مال العافيه تكفوني الربع. والله يا فهد اني كل ما افتح بث ما يفوزني ولا يقفل ملفات الا فهد. يا مال العز تكفون ضيفه فهد تكفون. الحمام على 100 ريال. أشحل لك صديق الطفولة ولا أفلل فيها الموتر؟ تبون ندخل قسط يا إخوان؟ خل نجيب لنا قسط نقفل ملفه ونمشي. يبغالك كذا قسط مهايطي شايف نفسه. سلامات. وذا اللي قاعد يشحل لك من اليوم ويرسل لك ورود أبوك التطنيش. وصلت يا اخوان سارة. الله يعز ارضك منورة المحزم والله منورة. هذه سارة يا اخوان تكفون ضيفوها. اللي ما يضيف سارة يشيل اضافة مني. سارة المحزم حقي. الله يعز ارضك يا سارة. تعالي قس تعالي قس داخلي. هذه الناس اللي تستاهل قس داخلي ولا بلاش. تعالي تعالي. اما عاد 4 سود كم ذي؟ اوف 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 حول 5000. من وين اجيب لذا؟ 20 ألف ريال ولا ندور نظيف؟ أحد عنده زود؟ 20 ألف ريال سيارة نظيفة رايجين 20 ألف ريال أحد عنده زود؟ 21 ألف ريال مكينة غير نظيف مفحوص مجدد 21 ألف أحد عنده زود؟ 25 ألف ريال 25 ألف رأيها 25. كم فيها سدي؟ اي كابتن طاطاط ايش عندك مجمعنا؟ ايش السالفه؟ اقول لا يكثر تعالوا حولي بس. يا عيال الحين موعد بث صديق الطفوله سلطان. لسه تقول صديق سلطان؟ اي تبي تسكت ولا اطردك برا؟ مساء على الناس الكويسة. كيف حالكم يا جماعة؟ عساكم طيبين. نبغى لنا جدول اليوم. نبغى جداول ما توقف. نبغى لنا قست ناخذ لنا قست. جايك مجلع صديق الطفولة الحين. رجال ما يعرفك. أنت شو وضعك أنت؟ تبي تنكد علي يعني؟ خلاص يا أخي لا تصير ورع. أوب أوب
عز الله يعزك. عز من هو ذا؟ عامر الله يعز ارضك يا عامر. الله ضيفوه يا الربع ضيفوه، داعم جديد مكتسح الساحه، ضيفوه ضيفوه. ما قال صديق عامر؟ لا يا شيخ مسوي تحجر الحين تشوف. وهذه احلى اضافه لك يا عامر، ابشر بساعدك تستاهل كل خير، والله انك وافي وما تقصر مع الجميع. تكفون يا الربع ضيفوه عامر، ضيفوه عامر. تستاهل تستاهل القست يا عامر تستاهل. هلا هلا بعامر، هلا بالمحزم، هلا بالمطلوخ. هلا والله بصديق سلطان، عرفتني؟ لا والله ما عرفتك. هدوا لا تفضحوني. اما عاد ما عرفتني، انا خويك عامر، دارس انا وياك بالابتدائي مدارس ابي فراس الحمداني. انا دارس في مدارس العليا، مدارس عالميه. اقول لا تهايط بس. تذكر يوم ابوك يدخل الفصل ويجلدك علشان زارف منه 10 ريال؟ تعال تعال تعال. تذكر المصري مصطفى يوم يسطرك وافزع معك بالطلعة يا ورع؟ بعدين تعال. الحين ليش دائما تبث بالسيارة؟ مطرود من بيتكم ومعامل معاملة السيارة غرفة النوم. الحين دائمني بأسد ومسوي زحمة عشان تيجي تقول هالكلمتين؟ سلكوا يا اخوان بالله سلكوا، اضحكوا له اضحكوا له في الكومنت. والله ما الظريف الا انت واشكالك يا المتميلح، ترى يا عيال كان دب ومسوي تكميم. اي ترك زودتها عاد، لا تقعد تستظرف علينا هنا مسوي فيها فله. اقول انقلع انقلع، بس بنجيب قست غيره يا اخوان، خليه ينقلع ذا. اوف زبن يا عيال. بس تبي الجد يا عامر، يا انك حاشرتها قدام المتابعين حاشر. عفا عليك بس، ولو زودها شوي كبيت العشاء. بس صرفك ترى ما يعرفك. شلون صرفني يا ورع؟ اصلا حتى انا ما بيعرفه، ولا بيعرف التوك توك، ولا بيعرف اي شيء. من قال بلاي ستيشن يا عيال؟ انا يا صديق سلطان. صديق سلطان تعال الحين اوريك انت وسلطان. امشي. بعد ما افتتح العروبة راحت على خريص الزحمات. عامر مقطع طقطقتك على سلطان واصل اكسبلور في التيك توك، والله ودعست يا عامر يا حظك. أم عاد اي والله. اوف 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 كفو يا عامر.